هي ذكرى عطرة أريج الطيب، فيها ذكر محمد عليه الصلاة والسلام. صدحت باسمه أصوات عاشقة لخاتم النبيين وفي حضرة أمير المؤمنين، حيث كان للقلوب الحاملة لكتاب الله شأن وعلو. هنا تم تكريمهم بجائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرعو ترتيل والتفسير للسيد حاتم بن عبد الله بن سعد بن زايرة من المملكة العربية السعودية، وفي فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب للسيد محمد مفتاح من جمهورية إندونيسيا. شعوري في هذا اليوم لا يوصف، لكني أسأل الله أن يجزي هذه البلاد خير الجزاء وملكها ونحفظها بحفظه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا سعيد جدا لأنها المرة الأولى التي أشارك فيها في مسابقة دولية مثل هذه وأتسلم فيها جائزة دولية كجائزة محمد السادس. أمير المؤمنين سلم أيضا جائزة محمد السادس التكريمية وجائزة التفوق لعدد من الفنانين المغاربة الذين أبدعوا في الخط المغربي وفن الزخرفة المغربية وفن الحروفية العربية، في التفاتة منه لأجل تشجيع هذا الفن العريق الذي نجح المغرب في توريثه من جيل لآخر. تشرفت بتكريم من طرف سيدنا واعطاني جائزه تكريميه في فن الخط المغربي، وانا مسرور بهذه الجائزه في هذه المناسبه السعيده ومن طرف يد سيدنا حفظه الله. احساس زوين، زعما تاخذ الجائزه من يد سيدنا، ماشي اي واحد يتشرف بهذا الشرف هذا، والله ينصر سيدنا محيتاش التفت للشباب هذه الالتفاته هذه. وكمكافأة للشخصيات العلمية المرموقة الوطنية والدولية، سلم جلالته جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية، مناصفة بين السيدين مصطفى البحياوي وحميد بالحاج السلمي، ليكون الاحتفاء بحاملي مشعل الدين مسك ختام هذه الليلة المحمدية المباركة. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مساء السبت إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي بمراكش، وقد حضر هذا الحفل ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، وألقى خلاله وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ألقى عرضا حول حصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية والمبادرات التي تم القيام بها للنهوض بالشأن الديني، قبل أن يقدم للملك محمد السادس التقرير السنوي لهذه الحصيلة. واستعرض الإنجازات التي تم بلوغها خلال السنة الجارية من أجل نشر القرآن الكريم والحفاظ على السنة النبوية الشريفة، وكذا مختلف مبادرات المجلس العلمي الأعلى، بالإضافة إلى العناية المولوية التي ما فتئ الملك محمد السادس يحيط بها القيمين الدينيين والمساجد والتعليم العتيق. إثر ذلك سلم أمير المؤمنين جائزة محمد السادس الدولية التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية مناصفة لمصطفى البحياوي.